من زاوية أخرى، وسأحاول أن أعيده إلى بيئته الطبيعية حتى لا يسقط أو يتعرض لأضرار أو شيء من هذا القبيل. يروى هذا السلاحف، هذا مازال صغير، هذا مازال نقي. هذا السلاحف ديالها من كتكبر إلى لاحظت واحد القضية هنا، راه كتقدر تصيبوا فيها الكراد، كيكون فيها الكراد، دوك الكراد بحال ديال اللي كيكونوا في الكلاب النيس، دوك لي بيس، دوك تيكونوا هنا تلصقوا لي هنا المناطق هادو هنا 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 الداخل. كون كان هذا شي واحد كبير وغنوريكم، غنجبد ليه رجل وتشوف، نوريكم المنطقه اللي كيلصق فيها الكراد. يعني هذا يقدر يكون ناقل للامراض حتى هو والفيروسات الخطيره، انما لحد الساعه مازال بيولوجيا ما تاكدناش من هذه القضيه ان الفيروسات اللي فيه او الامراض اللي فيه يقدروا ينتقلوا للانسان. ها هو كيتحرك، هو فاق، راه هو هذا، راه صغير، ها شي ها شي راه صغير، ها قداش راه صبعي راه كبر منه كاع، ها غير هو ما كنعرفش نصور ونهضر ونقعد دقه واحده. ايوا نخليه يعيش في البيئه الطبيعيه ديالو، ياكل شويه الربيع والاعشاب وداكشي، يتمتع مع راساتو. المهم غير هو راه حتى هو يقدر يكون ناقل للامراض. انا شفت تابعيني واحد كبير، كان واحد كبير كبر منه، الرجلين ديالو بحال قلتي الابط ديالو لي زيستيل ديالو كنلاصق فيهم داك اللي كنسميوه حنا بالكراد، دوك لي بيس اللي تيكونوا في الكلاب وما شابه. المهم خذوا الحذر ديالكم مستقبلا، الناس اللي كياكلوا الفكارن ولا هذا ولا القنافد ولا داكشي يردوا بالهم، الامر قد يكون مستعصي صحيا. وشكرا.